صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من فاشن من أحلى صباح. عالم أزياء المهرجانات الفنية دايما بتحكي بلغة الإبداع، فبيختار الفنانون بعيني مظهرهم ليتألقوا على المسرح، إن كان بفضل اختياراتهم الرائعة أو اعتمادهم على اتجاهات خاصة وأفكار خارجة عن التقليد لتسجيل موقف معين أو لفت أنظار أكبر عدد من المتابعين والنقاد. تلعب الملابس دور كبير لكن بنجاح الفنانين، وبيرتبط اسمهم بمصمم عالمي أو بخط معين، وهيك بيصيروا محط أنظار كل الناس وخاصة الأعلام. ولكن بيبقى سؤالنا، هل يمكن للملابس أن تكون محط أعجاب الجماهير، أو ممكن أيضا أن تكون أحيانا سبب لسوء إطلالة الفنان؟ هيك هيدا هو موضوعنا لليوم، يلي رح نستفيد من خبرة سيدة مريم عمار اللي هي مدربة مظهر ومستشارة موضة. مريم أهلا وسهلا فيك معي بفقرة فاشن. مريم، كل مرة اللقاء معك بيكون أحلى وأحلى، وبيكون الصدى جدا إيجابي. اليوم أنت معنا لنتناول بأول الفقرة القسم الأول رح يكون فاشن بوليس عن مهرجان ضيافة. صح. بدي قبل استغل الفرصة وجودك معي لأتمنى لك هابي بيرثدي، لأنه اليوم عيد ميلادي. ثانك يو سو ماتش مارينا. إن شاء الله هذه السنة بتكون مليئة بالنجاحات والمزيد المزيد طبعا. ثانك يو سو ماتش. خلينا نستعرض بعض الصور يلي أعطيتينا إياهم من هالمهرجان، وناخذ منك مين من الفنانين كان موفق بهالإطلالة والتنسيق ومين منهم ما كان ناجح. صح. نعم. إذا منلاحظ مارينا بهيدي السنة ضيافة كان في بقلبه كتير فاشن فوبا. نعم. يمكن من أقل المرات يلي عن جد هالقد بيكون في أغلاط كانوا عم بيتعرضوا لها يمكن الفنانين، هل يمكن لأنه ما كانوا كتير أخذين بعين الاعتبار شكل جسمهم والألوان اللي بتلبق لهم، أو يمكن لأنه في قصص كانت منا كتير مناسبة للمهرجان. نعم. حناخد هيك شوي أمثلة. كمان بنفس الوقت كان في قصص كتير حلوة. إذا بتلاحظي هيدا الدراس وهيدي القماش التفتة تفتا يلي هي دارجة هلا. صح، هيدي كتير دارجة ودارجة مع فوليوم، مساقبة لا عصبية طالعة كتير حلوة، مناسبة لإلها حتى مع شكل جسمها والكولور لإلها كتير حلو. هي ماشية واقفة جمالا، سو هي بتعطي فوليوم. ذاتس واي، لأنها هي شوي ضعيفة ناسبت شكل جسمها وناسبتها. نعم، يعني المرة اللي شوي مليانة برأيك ما بيناسبها هيدا النوع من القماش. ما بتناسبها، ودائما بنقول إنه التفتا وقت أنتم بدكم تختاروها لازم تختاروا أي محل لازم تكون موجودة فيه، فيكون أز إن أكسنت كولر بقلب الأوتفت يمكن ما كتير يبين كتف أو مثلا بالتنورة، فيكون هيك بس أكسسوار عليها بس ما يعتمد كفل أوتفت، لأنه عن جد كتير بعرض مارينا، وفي كتير صبايا اللي أندرج بيلبسوها بس أكيد بيكون أمرها منه المناسبة. يعني اللي شكل جسمها مثلا تريانجل يلي كتفها منه النارات فيها تعتمدها مثلا بالأبر بارت. اكزاكتلي، فينا نعملها رافلز بالأبر بارت، بتكون التفتة يلي لإلها فينا نعملها بطريقة تكون ديجرادي لحتى كمان نعطيها شكل متناسق بين كتافة والأوراق اللي عندها، بس إذا كان شكل جسمها inverted triangle أكيد مفروض تبتعد عن التفتة completely. نعم، لما يعطيها فوليوم ويبين عدم تناسق بجسمها. صح. نعم. بهيدا الأوتفت صراحة أنا قصدت أنه هيك شوي نعرضه لحتى ضوي قديه هو كان عاطي فوليوم وعرض الضيفة منها هالقد هي عريضة. لو كان الأوفر أول مارينا سادة من تحت بس من فوق في بقلبه شوي حركة it was better، كان يمكن يكون أفضل بكتير. نعم. بينما هون إذا حاسة ما بقى عم نقدر نعرف لا عم نميز her waist، ما عم نقدر نميز خصرة، ما عم بقدر ميز كتافها، هل هني هالقد عراض أعرض من وراكة، دونك هيدا الشيء ما كتير ناسبة، وصراحة أنا حسيته من الإطلالات اللي ما كانت موفقة أبدا بالمهرجان. نعم، يعني معك حق أنه عرضها كتير وعطيها فوليوم جدا عريض إن كان من فوق ولا كان من صح. تحت. هلا بالنسبة للأوتفت تاع ليلى علوي، هو أول شيء لبلش باللون، لون الأسود ما بيناسبها لأنه ليلى بتنتمي لتوناليتي دافية، دونك الألوان البارد اللي هي مثل الأسود أو السيلفر أو النيلي ما رح يناسبها. لون الأسود شوي بهتا عطاها شوي لوك أكبر من عمرها. اثنين، إذا بدنا نجي نحكي على فتحة اللي موجودة على الإجرين من الميلتين كمان عم نقدر نحس إنه ما في تناسق باللور بارت أو بالميلة اللي هي تحتانية،
وما قادرين نحس كمان وين الخصر وين الكتاف وكمان ما في تناسق. وصراحة مارينا أنا حسيت إنه هيدا اللوك منه مناسب للمهرجان أن تو إي بور تو، يعني بالمجمل ما كان مناسب. في كتير أمرار كانت ليلى تبين بإطلالات كتير حلوة مضوية تكون، خاصة لمسيرتها. يعني أنا دايما بقول الفنانين وقت يوصلوا لمحل معين عملوا عن جد بروفايل كتير مهم وقطعوا بكتير مسيرة كبيرة، لازم يوصلوا على المهرجانات عاملين امباكت، خاصة إذا كنتوا أنتوا بعاد عن الشاشة من فترة لفترة. في كتير صبايا بيقدروا يفهموا اللعبة مظبوط وبيرجعوا ببينوا بطريقة كتير اكزاجيري وبيبرزوا. على فكرة في شباب بيعملوها وشفناها كذا مرة بكتير من المهرجانات، نعم بيلبسوا حتى لميع لفت النظر. yes. بس أنا ما بعرف، يمكن حسيت أنه في كتير من الفنانين أو الفنانات يعني كانوا لابسين اللون الأسود لانه على المشان صح. نعم. حتى لو في هلا حتشوفي في كثير صبايا حتى لو لبسوا اسود فينا نكون عم نلبسه بطريقه مور اليجنت، بين شكل جسمها مور فلاترينج، يعني نبينها بطريقه انحف واطول لسيده مثلها. يعني نعم هيدا اللوك صراحه لقى كثير اعجاب على السوشيال ميديا، شفنا كثير في صبايا كانوا عاملين له شير. في موضه هلا نزلت جديده هيدي السنه مش دائما كانت موجوده، اللي هي دراس مع الهود، يعني بيجي معه شابو بيكون اوريدي هي هودد لدراس. هيدا الشيء ما بيلبق لكثير من الصبايا، بس هون كثير لبق له، واللون كثير لبق له، والقصه كثير مناسبة بشكل جسمه. وهيدا اللوك واللون لقى اعجاب كثير كبير من كل اللي كانوا عم ينتقدوا هيدا اللون على الموضه اصلا هيدي الشتوية، يعني اكزاكتلي لون حلو كتير ودافي، وخصوصي هلا نحن عبواب الشتاء. صح. هيدا الدرس كان من اجمل الدرسات لانه كان كتير رويل، كتير مناسب بشكل جسمه، كتير عطاها رويالتي. نعم. اذا كمان ملاحظه مارينا، اذا بتلاحظي كتافها قديش هن عن جد متناسقين مع وراكها، خصره مبين كتير سنتري، وامامتها اللون كتير كتير مرتب للايفنت. حتى هي وقتها كانت على البوديوم كمان كانت طالعه كثير اليجنت ولفتت نظر. انا كثير حبيت كيف عايبين مع الكتاف كمان. exactly. الكيب ستايل. صح. يعني اللي هو بيعطي كثير عظمه. exactly. ورويالتي. صح. هون بدي احكي شوي عن كارول سماحة. هلا في هون اختلفت الاراء على السوشيال ميديا بين انه في ناس كثير حبوا وفي ناس كثير ما حبوا. السبب اللي ما حبوا فيه لانه اعتبروه تو ماتش سمبل، يعني كثير سمبل فينا نلبسه هيدا على دينر او هيك منه لمهرجان، واعتبروه اكثر انه منه هالقد مناسب لانه كارول طلعت غنت. يعني حتى لو هي بقى تلبس لون اسود او اسود وابيض كرمال الوضع، كان فيها تلبس لوك منه كليشيه. هيدا الدرس فيه انا اعتبره كليشيه، صارتنا كثير شايفين هالموديل، صار كثير قاطع قدامنا، وصراحه منه كثير مناسب شكل جسمها، لانه بنعرف انه كارول عندها كتاف عرض. نعم. اذا ملاحظه يمكن الابيض حطوا اون ريليف اكثر. exactly. لانه يعني فاتح. صح. سو بتحسي مثل كان كتافها برزوا زياده. شكل جسمها صح انه هو مخسور، بس بطل مبين متناسق مع الكتاف. دونك بهيدي الاطلاله انا برايي انه هي ما كانت موفقه. هلا هو الفستان فيري كلاسي يعني. yes. لنقول بس يمكن عليها هالمره ما كان، وكنت بتفضلي انها تكون بلوك اكثر فيه اكثر جرأة. صح. نعم. باميلا. باميلا كمان على السوشيال ميديا كانت كتير عم ينتقدوا، عم بوجهوا كتير انتقادات على هيدا الدرس، مع انه هيدا الدرس كتير مشغول هاند ميد وبيرل وفي بقلبه يعني كتير شغل، ومبين انه اكل شغل كتير. بس يمكن هن ما حبوا هيدا الستيل لانه اعتبروه انه اكبر من عمره. اول شيء ستيل جديد. صح. عليها، بعدين فيه كتير يمكن تطريزه شغل من فوق لتحت. صح. يمكن exactly. لو ببارت معين هيدا اللي انا قلته انا حبيت ذا ابر بارت، يعني حبيت الكتاف كانوا حلوين، بس بركي لو كان الدرس من تحت مارينا سمبل سمبل كان أكتر. برز الكتاف اكثر، كنا بينا الشغل حطيناه اون ريليف اكثر. لان بالمطلق انا دائما هيدي بقولها، وقتها بكون في قطعه بقلبها كتير شغل بضيع الشغل، ما بنعطيه قيمته. وقتها بكون از ان اكسنت، يعني بس الايتم بكون اكسنت بقلب الاوتفيت كلياته، بركي يكون بس بالكتف او ما بعرف محل بالسكيرت او الدرس، بنصير نبرزه اكثر. طبعا اللي عملته باميلا يمكن مناسب بشكل جسمها كثير للشكل، لانه اوريدي باميلا جسمها كثير يمكن حلو. كان بده هيك فستان حدا اطول كمان. لا وحتى قصه هالقد تو ماتش عجق ما كثير مناسبه ومنه مناسبه عمرها. وكمان كانت العالم متوقعه من باميلا انها تبين كمان از شاينينج ستار، لانه بتعرف النجاح اللي عملته هيدي السنه. لا. كان رائع، وانا على المستوى الشخصي كثير بحبها لباميلا. كلنا بنحبها وكنا بنتمنى بركي انها تطلع لنا بلوك بيشبه عليا اللي كان بالمسلسل. كنا اكثر حبينا، كانوا عن جد الصبايا او الشباب حتى تفاعلوا معها يعني ما عملت ريفلكشن اكثر لها. صح. عليا او لشخصيتها. exactly. يعني
نهى نبيل. كمان انا نهى نبيل من الاعلاميات يلي كثير كمان بحبها وبعرف انه ستايلها دائما متجدد. كانت مدويه بهيدا الدرس وكانت مدوية اصلا بقلب السهرة. يعني كانت فيري اليجنت، كان عطيها لوك شوي اطول من ما هي عليه، وكمان اللي حلو الرفلس وهي كانت عم تستعمل لون وقصة كتير على الموضة وبنفس الوقت لايمتها كالون. فنوها انا حسيتها انه كانت طالعه كثير حلوه وكثير مناسبه، بس كان في يكون الدرس بركي شوي اقصر لحتى يعني اذا بدنا نكون اكيد عم نحكي، كان في يكون شوي اقصر لحتى نبينها شوي كمان هي بشكل جسم اكثر مخصور. نعم، حتى هو الرافلز يمكن هو خفي لشكل جسمه، يعني ما بين يعني يمكن لو مخصور الدرس اكثر بتحط مارينا. نعم. اذا تخيلتي معي كيف كان لو كان سنتري على جسمه كمان. نعم. كان بين اجمل طبعا. ننتقل هلأ بعد ماجي. ماجي لأن معودين عليها الصبايا أصلا دايما، أنا دايما عم بقول صبايا لأنه أكتر ناس اللي بينتقدوا على السوشيال ميديا عم بيكونوا صبايا ريسنتلي. نعم. ماجي كانت بهذا الدرس حلو، ما فينا نقول ما انه حلو. نعم. وأجان بلاك لأنه مطلوب أنه كان في أكيد لازم نلبس بلاك كان بهذا المناسبة، بس صراحة كان كتير كمان كليشي شايفينه، منه على الموضة وبنفس الوقت منه شيء جديد لماجي. يعني نعم. احنا شايفين ماجي بهالستايل، ما بعرف انا بحس امرار انه لازم يعرفوا الفنانين انه عن جد بالمناسبات لازم يكونوا بلوكات مختلفه، يعني مش غلط نحن نحافظ على نفسه ذاته ستايل. احنا بنعرف مثلا ستايل اكثر اغلب الفنانات معروف انه في ناس جريئه في ناس كثير سمبل، بس ليش ما دائما بناخذ السمبل وذ تويست؟ ليش ما دائما بنكون عم نزيد؟ يعني انا كمان بنصح انه الفنانين يغيروا ذير ستايل، يعني نتبع الموضه شوي بطريقه تلبق لنا. Exactly. كمان هون مثل ما شفنا بالفستان تبعها انه شوي قاشط كان الكتف، حسيت انا كانه قشط سيلوات يلي لها. صح. هيدا هو ذاته الدرس اللي كنا عم نشوفه بالاول. انا بعتبره انه لوك كان حلو دراماتيك، بس بنفس الوقت مناسب المهرجان يلي هي جايه عليه، عطى امباكت والبنات كثير حبوه. اجين هيدا لون اسود، يعني عرفتي يعني احنا فينا نعمل هيدا الخليط بطريقه تكون كوهيرنت مع المناسبه وبنفس الوقت انتم تكونوا مضويين او بارزين. نعم. هون بهيدا الدرس اللي هو هدى حسين، اكيد هي الفنانة الخليجية نحن بنحبها كثير، بس كمان كان الدرس كثير سيمبل، هو اللي فر على الفادرز. yes. على الايد فيري سيمبل. حتى لو لعمرها ونحن بنعرف ومسيرتها اللي هي كثير مهمه، انا حسيت يعني انه محتشم سيمبل بس كثير سيمبل، كثير سيمبل يعني. نعم. كان فينا شوي يكون بقلبه جولد تاتش بركي لو بالاكسسوار، امرار مش دائما يعني هو بالدرس نحن فينا نكون عم نزيد الشيء بالاكسسوارات او بالشوز. نعم. بس تو ماتش بلاك بهالطريقه كان شوي ما انا كثير موفقه فيه. ميتاليك اكيد مارينا بتعرف انه الميتاليك هلا مكسر الدنيا. نعم. كثير كان دارج الميتاليك هالسنه وبعده دارج رح يضل مكفي معنا لسبرينغ سمر 2024، بس هيدا الميتاليك هيدا الدرس بالذات كان مبين شوي يعني اكسكيوز مي اني اقولها شوي تشيب، لان هيدي القماشه بهيدي الطريقه الهدله منا كثير عاطي قيمه. لو نحن لابسين ميتاليك بقماشه شوي اسمك كان بين شكل جسمها أرتب، كانت بينت أنه هي على الموضة أكتر، وأهم شيء كان بين شكل جسمها أجمل. هيدا الدرس بلاك بس صراحة كانت موفقة فيه، لأنه كان أول شيء مناسب المناسبة، اثنين كان مناسب عاطي كتير اكيليبر بين كتافه وراكة، عاطي شكل جسمه بيطير العقل. مزبوط. وكتير حلو الاكسسوار وطريقة الشعر اللي هي عملتها، سو كتير موفقة بالإطلال يلي لقلها. نعم very classy. yes. حتى حبيت كثير الاكسسوار اللي حطته معه. هلا هون في عنا كذا كونسرن بدنا نحكي فيه. اول شيء بالنسبه للميتاليك الجولد، نحن بنعرف انه الميتاليك كثير دارج، بس لما بكون ميتاليك مع قصه شوي اوت اوف ترند، لان هيدا الكتف مع هيك فتحه من هون، هلا هالسنين اللي قطعنا ريسنتلي اخر 3 4 سنين ما بقى دارج. سو فينا نعتبر انه اللون اوت ديتد، بس اللون دارج بس الموديل اوت ديتد صراحه. ما كثير مناسبه الصبيه اللي كانت معها اللي كانت لابسه السيكونز سكيرت مع الهدا، اكيد كانت هي عبالها تعمل امباكت وكانت عبالها انها تبين باللوك. اذا بنرجع نشوف الصوره كمان بتقدري تشرحيها. خليني ارجع بس شوف الصور. هيدي اخر صوره. هيدا اللوك منه كثير مناسب،
اصلا انه نحط كرافات مع تانورا سكيرت نحن عم نطهر من الكومفورت زون كومبليتلي. بفهم الصبايا اللي بحبوا يروحوا يعملوا امباكت لانه هلا الكرافات كثير دارجه بس مش على سيكونس ابدا منا ابدا ظابطه. وعلى فكره منا مناسبه كمان لشكل جسمه. بالنسبه للدرس الثالث كمان في بقلبه سيكونس وهيدا حلو الدرس بس انه منه كثير بارز ومنه بارزه الا هي اذا ملاحظه انه مغمقه دونكو منه من الوانه. سو هون بنرجع بنفهم منك انه على طول على طول نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار شو لون بشرتنا وشو المناسب لها لبيننا. اكيد هيدا المطلوب دائما نتبعه بكل المهرجانات بكل المناسبات اللي نحن بنحضرها. كثير مهم كل صبيه تنتبه لكذا فاكتور. اول شيء شو الاندرتون تبعها الاندرتون يلي لك، هل انت دافيه او بارده؟ هل الالوان اللي بتضويكي هي ذاتها اللي انت رح تروحي فيها على هيدي المناسبه؟ هل الدرس مناسب شكل جسمك او لا؟ انا بحب لفت النظر وبحب انه الصبايا يروحوا يعملوا امباكت بس خلي يكون بطريقه عن جد مناسبه لإلك، تبرز بطريقه اليجنت، فيها تكون محتشمه وفيها تكون كمان اون ترند بنفس الوقت. مش دائما القصص الكليشيه نحن بنعرفها انه هي سيف زون نحن بنروح بنلبسها ورح تلفت نظر وحينبسطوا فيها يعني العالم. فينا نعتمد البانتون الدارجه للسنه بس نختار منها الالوان يلي هي فعلا بتناسبنا. من هون اهميه انه نعتمد يعني او انه ناخذ بعين الاعتبار شو بيقولوا لنا اخصائيي مثل حضرتك المظهر مشان لننقي اللون يلي مناسب لبشرتنا. صح مزبوط. نعم مزبوط. بننتقل لهيدا الفستان. هيدا الدرس كروشيه ما انه عاطل على شكل جسمها. It is not bad لانه واضح انه هي شكل جسمها تريانجل بس انه انا كنت بقول انه بركي لو الكروشيه كان على كتافها اكثر كان عطى اكيليبر اكثر بين شكل الجسم. بس انا ما حسيته انه كثير انه كروشيه فور ايفنت مثل هيك ما انه كثير مناسب. اوكي هلا بدي اخذ منك هيك بطريقه سريعه شو اللي دارج لهيدي السنه للشتويه قبل ما نختم مع المشاهدين لنستفيد من وجودك. اوكي بدي اقول لصبايا انه هلا صح انه الميتاليك كثير دارج بس كثير مهم تنتبهوا اذا انتم كنتم من الاندرتون البارد انه تنقوا من الميتاليك السيلفر شيدز، اذا انتم كنتم من الاندرتون الدافي فيكم تنقوا الجولدن شيدز بما انه هذا الشيء كثير دارج وهن عم بيشوفوه اصلا على الرانويز ووين ما كان بكل الستورز. كثير دارج اللوك المونوكروماتيك يلي هو لون واحد من فوق لتحت بيطول هيدا يس هيدا الشيء كثير بيطول وكثير بيناسب اشكال الاجسام كلياتها تقريبا. دارج كثير التشاك باترنز يعني كل شيء كارويات كثير دارج. كمان مهم تنتبهوا انه التشاك باترنز ما فيكم تلبسوه الا بالمناطق اللي ما عندكم فيه كثير فوليوم لانه بيعرض يس اكيد بيعرض وبيعطي لفت نظر زياده. كمان دارج اللذر بكل الوانه حتشوفي هيدي السنه مش بس الكامل والبلاك كمان حنشوف الاوبرجين حنشوف الاوليف في كثير الوان لذر اجين فينا ننقي منها الشيء اللي بيناسبنا. اللون الاحمر اكيد كثير دارج. في عندنا الاورنج رد وعندنا الووتر ميلون رد كمان لازم تنتبهوا اي شيد تنقوا واكيد دارج السيكونس وحنلاقي على راس السنه السيكونس ملان. السيكونس مع فذر كمان كثير دارج واكيد ما فينا ننسى الفر الفارو ان كان الطبيعي او الركس او التشنشيلا او الرابت كل انواع الفر كثير دارجين. بس كثير مهم تنتبهوا انه وقتها بدكم تنقوا اي كوت بدكم تشتروه خاصه اذا كان الريل فر يعني حتكونوا عم تستثمروا فيه مصاري زياده مفروض انكم تنقوا الفر يلي بيناسب شكل جسمكم ما بعرضكم. يعني في صبايا ممكن ينقوا الفر بمنطقه الصدر وفي صبايا ممكن ينقوا الفر على منطقه الكمام. هذا الموضوع لازم تنتبهوا له طبعا حسب الشيب تبع الجسم. واكيد دائما بدي اقولها ودائما بحب ارجع عيدها معك مارينا انه كل صبيه شو ما شفتي على الموضه مش بالضروره يكون بناسبك. مش بالضروره تروحي تشتري قصص على الموضه اذا هي بس لانها دارجه بس انت ما بتحبيها. اذا هيدا الشيء منه مناسب يور ستايل بيرسوناليتي منه مناسب شخصيتك كيف انت عن جد تبيني للمجتمع وكيف تعطي الفيرست امبريشن اللي هي بس سبع ثواني خلال الدقيقه. اذا انت ما قدرتي تعطي هيدا الامباكت بطريقه بوزيتيف ما مفروض تكوني عم تلبسي الا كرمالك. وكل صبيه ما تتاثري بكل الترندز والموضه ونحن قصدنا اليوم نضوي على اخطاء تعرضوا لها حتى الفنانين حتى الفنانين لحتى يعرفوا الصبايا نحن ما لازم دائما نكون بلايند ودائما نلحق الموضه بلا ما نركز عن جد على القصص اللي بتناسبنا. وبدنا نتمنى اكيد للكل اللي عم يحضرونا انه ان شاء الله يا رب يكون هيدي الاعياد وجه خير علينا كلياتها بتحقق السلام للكل وان شاء الله يعني
تكون الفايبز مثل ما نحن بنتمنى، مش بس هون، بكل العالم العربي ان شاء الله يا رب. بدي اتشكرك كثير على كل النصايح اللي اعطيتينا اياها، وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه فقرتنا لليوم. انتظرونا غدا بفقرات جديده من احلى صباح.